في مقابل تمسك البعض بالرهان على إسرائيل بحجة الممارسات الفلسطينية ثم السورية السيئة في حق لبنان، يثبت التاريخ اللبناني الحديث تخلي تل أبيب عن أقرب حلفائها متى باتت مصلحتها على المحك، وهذا ما حصل بالتحديد مع الانسحاب الإسرائيلي من الجبل عام 1983 الذي سهل المجازر التي ارتكبت في حق المسيحيين. تواصلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي أطلقت في كانون الأول 1982 مشوبة بحذر شديد وشك متبادل بين الجانبين، لكنها أثمرت في الجولة 34 التي عقدت في 13 أيار 1983 نصاً نهائياً وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في 14 أيار، واطلع المجلس النيابي عليه في اليوم التالي مجدداً دعم حكم الرئيس أمين الجميل بأكثرية 80 نائباً. وبعدما صادق عليه الكنيسة الإسرائيلي بأكثرية كبيرة، وقع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في 17 أيار 1983. مباشرة بعد التوقيع تدهورت الأوضاع الأمنية، انفجرت اشتباكات عنيفة في الجبل، وامتد القصف السوري إلى بيروت وكسروان والمتنين ومناطق أخرى. وبعد مشاورات طويلة دولياً وإقليمياً محورها واشنطن ودمشق والرياض، لمس المعنيون في المحصلة مدى غياب الاهتمام الأمريكي بلبنان في موازاة قرار الحكومة الإسرائيلية سحب جيشها من الجبل، قرار ستكون له سلسلة تداعيات على المشهد السياسي اللبناني. لكن في وقت كان الحكم اللبناني يدفع المفاوضات مع إسرائيل إلى الأمام، كان لبنانيون آخرون يرفضون أي تفاوض، مطلقين مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي سواء في بيروت أو في سائر المناطق اللبنانية المحتلة، أخذت مفعولاً يتنامى مع مرور الأيام. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، جالت وفود رسمية لبنانية على العواصم الدولية والإقليمية لتسويق اتفاق 17 أيار، ترأس بعضها الرئيس أمين الجميل. ترأس بعض الوفود رئيس الحكومة شفيق الوزان، وشارك في بعضها الآخر صائب سلام بوصفه مبعوثاً شخصياً لرئيس الجمهورية. حققت حركات المقاومة نجاحات في عملياتها، لفتت الأنظار الداخلية والخارجية. في الحلقة المقبلة من رأس الدولة، بعد المحاولات الحوارية الفاشلة والحروب الداخلية العبثية، كيف انتقل الرئيس أمين الجميل من خيار 17 أيار إلى الخيار السوري؟